an electron that is moving in the positive x direction enters a region of uniform electric and the magnetic fields. يعني اتنين E in the positive y direction يعني يبقى في فورس لتحت والاند B inward داخل الصفحة. Upon entering the fields the electron هيتحرك ازاي بقى؟ يعني هل هيتحرك لفوق لتحت يفضل ماشي ستريت؟ طيب بالنسبة للماجنتيك فيلد ادي ال V وادي ال B ده ال V وده ال B. بالرايت هاند رول لو انا مشيت من ال V لل B رحت كده الفرصة المفروض لفوق لو كان شحنة موجبة، نتيجة ان هنا شحنة سالبة يبقى الفورس لتحت وده ال F magnetic. طب وبالنسبة للإلكتريك فيلد عندنا خطوط إلكتريك فيلد كده هادي الـ E وشحنة سالبة، لو موجبة كانت مشيت لفوق فسالبة هتمشي لتحت وده ال F E. يبقى عندنا ال F magnetic لتحت والاف الكتريك لتحت يبقى كده هيتحرك لتحت، والبي ديفليكتد ابورد غلط، اوت وورد لجوه مش صح، مفيش فورس لجوه، الفورس كلها لتحت. ستريت لاين يعني الفورس دي تعادل دي، طبعا ما عندناش الكلام ده، الاثنين لتحت والبي ديفليكتد داون وورد، الكلام ده صح.